انا اديتك دلوقتي لعيبه الاهلي تاخد مين دلوقتي يعني؟ مين اللي تقول اه ده لا يعني كل لعيبه الاهلي النجوم دي؟ حمدي فتحي حمدي فتحي هيفرق مع الزمالك جدا 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 كمان، انا شايفه من يعني؟ لا احسن. السوليه ولا شريف ولا معلول ولا اكرم ولا معلول انا عندي الشناوي. عبد الشافي وعندي فتوح، وفي ولد صغير مواليد 2003 لو تبص له هيطلع يلعب كسر الدنيا في النادي. هو حمدي فتحي السن كمان يعني سنه صغير. طب في بيراميدز لو قلت لك اختار منهم لعيب، ابراهيم عادل لعيب جامد جدا، خد بالك ده جاي من المريخ البورسعيدي برضو، ده من ضمن الحاجات اللي مستخبية يعني. وده بأكد كلامك. من المريخ البورسعيدي، نادي كبير جدا وصعب تاريخ كبير، بس يعني يعني لا طب في لو قلت لك اختار لعيب بالاسماعيلي فيه في الازمه اللي هم فيها دي، لا الاسماعيلي الله يكون في عونه لانه بجد، في لعيبه كويسه في باير محمدي، عبد الرحمن، مجدي، الموضوع فيه صعب قوي جوه النادي الاسماعيلي، وكان لازم يبقى فيه حلول جذريه، ولازم يبقى فيه، ما هو الاسماعيلي السنه دي حتى في يناير لما بص وحب يعمل تعديل، عمل تعديل عدد كبير جدا من لعيبه الممتاز به. انت ممكن تجيب واحد اتنين، انما تجيبش ست سبع تجيب لعيب، ستة. اه ما ينفعش طبعا، ما ما ينفعش. في حاجات برضو. طب انا بقالي دقيقتين فهسألك فيهم سؤالين. قدامك دقيقتين اه الوقت ماشي جري، الساعة داخلة على واحدة. والله الوقت جري جدا. حبيبي. انت معنى كارتيرون يمشي ليه بقى؟ كالتيرون باع الزمالك في وقت صعب جدا يا اسمع، وانا مش معترف بان، بس رجع وخد دوري. لا اللي خد الدوري باتشيكو، لا بس كارتيرون كسبان اخر 8 ماتشات في الدوري وفرقه، كان الموضوع، هو راجع الاهلي من دوري ابطال افريقيا، خد بالك. كان الموضوع مش بعيد. بس الاهلي رجع دوري ابطال، كان نادي الزمالك كان متصدر. فارق في الدوري برضه، نادي الزمالك كان فارق يعني، باتشيكو حط حجر الاساس لبطولة الدوري العام، وقطف الوردة بتاع الدوري كالتيرون. خد بالك، وكان فرجاني مشي في وقت صعب. بص يا استاذ محمد، انا ده وجهة نظري انه يمشي مفيش مشكلة. ان كالتيرون، زائد كمان ان اللي بيعمله كالتيرون دلوقتي علامة استفهام بالنسبة لي. نادي الزمالك بيلعب فرقة سجرادا وبيلعب 4-3-4-3، لأول مرة من 6 7 سنين نادي الزمالك يغير طريقة لعبه. نادي الزمالك بيلعب 4-2-3-1 بقاله 4 سنين. لما تيجي في ماتش مهم زي ده انت عايز تكسب قدام فرقة مش قوية، خد بالك انا ما علقتش على ماتش سموحة. ماتش سموحة هو عمل 10 تغييرات في التشكيل، ممكن يكون كان بيريح اللعيبة اللي هتلعب في عشان سجرادا. افريقيا ماشي، رحت قعدت اشرب بن شرقي، انت مريح لي ماتش سموحة، ما انت قلت مريحه عشان ماتش سجرادا، رحت سجرادة ما لعبتوش، ما لعبتوش، ما شوط بدأتوش تاني. ولعبت الشوط التاني، زائد ان انت اوريدي غيرت طريقه اللعب. في حاجات كده يحسها المدرب، ريحتها مش كويسه. يعني انت فانت مع ان هو يمشي. طبعا موسيماني في الاهلي هيمشي برضه انت مع انه يمشي؟ لا هو مش مع ان هو يمشي، بس احتمال كبير يمشي. ليه بقى بتقول ده ليه؟ ده بقول الكلام ده كله في اتجاه انه هيجدد. موسيماني عنده زوجته عندها مشاكل مع الفلوس جامدة جدا، وانت أدرى مني برضه. انت عندك احساس انه مش هيجدد؟ لا مش ما ما هل النادي الاهلي هيوافق لها على طلباتها؟ لان هي اللي بتدير العملية التفاوضية بينها وبين، بس هو كموسيماني كل تصريحاته رايحة في سكة انه هيجدد. وماله، ما انا بقول، انا بقول اللي انا سامعه، بقول اللي انا سامعه، مش او معلومتي. في امور تفاوضيه بين زوجه موسيماني وبين النادي الاهلي فيها صعوبه شويه. يعني انت دلوقتي غيرنا احنا دلوقتي مدرب الاهلي ومدرب الزمالك، لا خلاص انا ما غيرتش. واحنا قاعدين. طب كيروش قاعد ولا ماشي؟ لا كروش ان شاء الله يوصل كاس عالم. مدرب كويس قوي قوي. هقول لك على حاجه، انا عرفت ازاي ان هو مدرب كويس. لاعب طارق السعيد سافر ماتش النهائي مع المنتخب، مع الجماهير اللي سافرت من هنا، وهو راجع التقى ببعض اللعيبه. فبما انه رئيس نادي بيسال اللعيبه ايه رايكم في الراجل، مفيش لعيب ما شكرش فيه. ياه طب هقول لك على حاجه
اخطر كمان بيحبوه. ان لعيب ما لعبش في البطوله 6 دقايق على بعض قال لك من احسن المدربين اللي اتمرنا معاهم في حياتنا. يا راجل ده مهند ده. مش شرط يبقى مهند. لعب 6 دقايق. مين يا جماعه لعب 6 دقايق؟ محمود علاء. بس محمود علاء كنت لسه هقول لك يا مهند يا محمود علاء. يعني لما يبقى لعيب ما لعبش احسن لعيبه اتمرنت معاه احسن مدربين اسف اتمرنت معاه. يا يعني تخيل لعيب انا ما بلعبش فالمفروض مخنوق ومتضايق يعني متضايق منك. واضح كمان ان هو ليه علاقات انسانيه كويسه ونفسيه كويسه مع اللعيبه بتاعته. ودي بص سبب نجاح اي مدير فني ازاي تعرف تتعامل نفسيا مع لعيبتك.